ازيكم عاملين ايه؟ حلقة جديدة وحلقة جامدة جدا على قناة طه الاهلاوي، يعني حلقة تبقى ان شاء الله ممتعة يعني نتبسط فيها سوا. ولكن قبل ما نخش في الحلقة ما تنساش تصلي على النبي وتدعي لاخواتنا في فلسطين، ويلا بينا على الحلقة. طبعا النهاردة الحلقة بعنوان بطولة الشهداء، النهائي اللي مش هيتنسى في تاريخ الاهلاوية تقريبا وفي عقول الاهلاوية والناس اللي حضرت الماتش ده. هو نهائي 2012 ذهاب وعودة، وهنحكي الظروف اللي كانت قبل الماتش وازاي الاهلي قدر يكسب البطولة المستحيلة دي والظروف اللي كانت بعد الماتش واجواء كل ده. طبعا الظروف قبل الماتش كانت مش احسن حاجة، كانت احداث ومجزرة بورسعيد، بالمناسبة ربنا يرحم شهداء النادي الاهلي كلهم ال72، وكانت قبلها احداث الثورة، وكانت البلد مفيش نشاط كروي قبل الماتش ده، والاهلي كان مكمل. الاهلي لعب بطولة 2012 و2013 ومفيش نشاط كروي في مصر، وكانت في ناس كتير يعني بتدعي بيه او بتنادي بيه يعني وقف النشاط الكروي في مصر وعدم استكمال الكورة خاصة بعد مجزرة بورسعيد. وكان اللعيبة بتاعت الاهلي، والاهلي نزل بيان وقتها واتكلم انهم كمل في البطولة الافريقية وهيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يتوج بالبطولة دي ويهديها لشهداء النادي الأهلي، وسموها بطولة الشهداء. وكان دايما الأهلي مطلق على البطولة دي في الإعلام وفي كل حتة بطولة الشهداء، وكانت اللعيبة طلعت وقالت طبعا إن هما مش هيضيعوا البطولة دي بأي تمن من الأثمان. قبل المباراة أعلنت رابطة جماهير الأهلي وقتها او جروب الاهلي وقتها ان هو مقاطع النهائي ومش هيحضر النهائي في ماتش برج العرب هنا، ماتش الذهاب، وكانت جماهير الاهلي حضرت برضه وبأعداد كبيرة. وكان قبل المباراة الاهلي كان معاه فرقة مرعبة حرفيا، سواء وائل جمعة في قلب الدفاع، معاه ناحية اليمين كان معاه احمد فتحي، معاه شديد إناو وقتها كان حاجة جامدة جدا، وكان سيد معوض بره، كان معاه بركات، كان معاه أبو تريكة، كان معاه حسام عاشور في عزه، كان معاه حسام غالي، وكانت ثنائية نص الملعب حسام عاشور وحسام غالي ثنائية جامدة جدا، كان معاه جده، كان معاه لعيبة جامدة جدا جدا، وكان جده وقتها قوي وكان يعني في التوب ليفل بتاعه. فالأهلي كان الناس كلها بتقول الاهلي داخل الماتش ده عنده حافز جامدة جدا، وتحقيق البطولة وتحقيق نتيجة ايجابية، خصوصا استغل العدد الجمهوري اللي كان حاضر رغم مقاطعة عدد كبير جدا من جمهور النادي الاهلي للمباراة، ولكن جمهور الاهلي كان حاضر بشكل جامد جدا للمباراة. وطبعا زي ما قلنا ان جمهور الاهلي كان حاضر جامد جدا في المباراة بعدد كبير، وجمهور الترجي التونسي اللي كان حاضر في الماتش ده اهدى الورود وهو واللعيبة ويترحم على شهداء الاهلي وقتها، وكانت في لفته جميله جدا. وحتى كان قبلها في مباراه في الدوري الاسباني بين برشلونه ومش فاكر مين، وكانت اللعيبه كلها وقفت حداد على احداث بورسعيد. طبعا الاهلي بدا المباراه بضغط جامد جدا على الترجي التونسي في ماتش الذهاب، بس بيخلص الشوط الاول بتعادل سلبي 0-0، وكان الاهلي ضيع فرص جامده جدا وكور كتير جدا، وكان اتالق الحارس بن شرفيه بتاع الترجي اللي كان وقتها من احسن الحراس في افريقيا، عمل مباراه جامده جدا قدام الاهلي، وكان صد كور كتير جدا من ابو تريكه وعبد الله السعيد اللي كان في الاهلي وقتها، وابو تريكه كان في كره يعني جوه الستة ياردة ضيعها بطريقه صعبه جدا، وكان الاهلي بيدور على التعادل بعد ما في بدايه الشوط الثاني استقبلت شباك الاهلي هدف، كان هدف بخطأ كارثي ومن اكبر الاخطاء في تاريخ شريف اكرامي اللي كان حارس الاهلي الاساسي وقتها. الكرة كانت ركنية للترجي، شريف اكرامي طالع يمسك الكرة وقعت من ايده او قبل ما توصل لايده في لحظة سرحان منه، بيخش مهاجم الترجي التونسي في ملعبك وسط جمهورك، الترجي بيتقدم عليك في بداية الشوط الثاني بهدف، ويفضل بقى كرة شمال افريقيا اللي احنا عارفينها باللعب الدفاعي. الاهلي بدأ يمسك الماتش من الترجي تاني وبيكثف الضغط تاني وبيحاول ان هو يعمل اي حاجة عشان يغير نتيجة الماتش،
وما هتبقى كارثة كبيرة طبعا ان الاهلي يخسر في ملعبه قدام الترجي، وكمان ان انت طول الموسم في وسط توقف النشاط الرياضي والناس كلها بتقول لك ما تكملش، انت قلت انا هكمل وههدي البطولة دي للشهداء، وفي لحظات وفي ثواني الحلم بيضيع من افاقه، من يعني من قدام الناس كلها، اللي الاهلي قرب يطلع خلاص البطولة مش عايزة الاهلي. ولكن طبعا وقتها حسام البدري بيعمل تغيير، السيد حمدي اللي كان في احلى فترات حياته وقتها وكان مع المنتخب وكان بيعيش وقت كويس جدا السيد حمدي، وبينزل السيد حمدي ومع اول يعني كورة ليه حرفيا السيد حمدي في الدقيقة 92 او الدقيقة 94 بيسجل هدف التعادل للاهلي في برج العرب قدام الترجي التونسي، اللي الترجي التونسي وقتها من 2000 مثلا، من 2010 او 2009 لحد 2014 كان الترجي التونسي معاه فرق قوية جدا جدا جدا، وكان بينافس حرفيا وتوج وقتها، وكان يعني نسخة يطلع الاهلي ونسخة الاهلي يطلعه، وكان فرقة جامدة جدا جدا جدا. ولكن زي ما قلنا الاهلي يعني بيخطف التعادل في ملعبه وسط جمهوره في برج العرب، طبعا معادلة صعبة جدا، ولكن السيد حمدي بينزل تغييرة حسام البدري وبيخطف التعادل عشان تنتهي المباراة او يخلص الماتش واحد الترجي واحد الاهلي في برج العرب. كله قال لك خلاص حلم الاهلي انتهى، وخلاص الاهلي مش هيقدر يروح هناك، لان انت مطالب ان انت في رادس تكسب هناك، لان 0-0 هتطلع، اي تعادل لازم على الاقل يبقى فوق الواحد واحد. الترجي حرفيا كان معاه فرقة قوية جدا، وكان معاه فرقة يعني صعبة، واللي انت هتروح هناك رادس واجواء ملعب رادس، وكمان بتروح وبتسافر، وكل العوامل قبل الماتش ده هي عوامل ضد الاهلي وعوامل محبطة للاهلي، والضغط الجمهوري والضغط الاعلامي وطبعا المعنويات كانت في الزيرو. بتروح هناك والكل بيتفاجئ ان حسام البدري بدأ الماتش مقعد ابو تريكة بره، مقعد لعيبه تقيله جدا بره، مقعد بركات، مقعد سيد معوض، مقعد لعيبه جامده جدا بره على الدكه حسام البدري، والاهلي بيبدأ الماتش باتنين مهاجمين جده والسيد حمدي، وبيضغط يعني من احلى الماتشات اللي الاهلي لعبها في تاريخه. 90 دقيقه الاهلي نصب السيرك فيها للترجي التونسي في رادس، ضغط رهيب جدا من النادي الاهلي في الشوط الاول، وكرة عالية جدا ولعب من لمسة واحدة وتحركات، والاهلي كان حرفيا ما لعبش كده في برج العرب، ضغط عالي جدا من الاهلي عشان في نهاية الشوط الاول السيد حمدي في ماتشين الذهاب والعودة دول عمل تاريخه كله، وراح مع الاهلي في كاس العالم مسجل في هيروشيما. المهم فالسيد حمدي بيهرب من سامح الدربالي في كوره وبيعدي منه وبيلعبها بالعرض حرفيا في الدقيقه الاولى من الوقت البدل ده من الشوط الاول، ويخطفها محمد ناجي جده ويسجل الهدف الاول في بن شرفيه، اللي كان تسجيل الهدف فيه يعني اصعب من فتح عكه، صح. الكوره كانت ميته، السيد حمدي خدها جري على الخط لعبها لجوه ال 18 عشان يقابلها جده ويسجل الهدف الاول وهدف التقدم للاهلي، عشان وسط مفاجاه وسط ذهول من اداء الاهلي حرفيا. انا شفت الماتش اكيد، وكان من احلى وامتع الماتشات اللي الاهلي لعب فيها كرة عامة، وبيخلص الشوط الاول متقدم 1-0 للنادي الاهلي. الشوط الثاني الكل قال لك خلاص الترجي التونسي هيرجع، والترجي التونسي هينزل قدام الاهلي الشوط الثاني هيمسك الماتش ومعاه ملعبه وسط جمهوره وكل حاجة، ولكن الشوط الثاني نتفاجئ ان الاهلي مكمل ضغط لسه، والاهلي حرفيا ولا كانه متقدم 1-0، وكورة رهيبة جدا، وحرفيا الاهلي كان بيقدم يعني مباراة على مدار التسعين دقيقة، يعني ما بيقولكش شوط وشوط، لا على مدار التسعين دقيقة الاهلي هو اللي ضاغط، الاهلي هو اللي مستحوذ، الاهلي هو اكتر فرص. بن شرفية حرفيا عمل ماتش عمره في ماتش العودة كمان غير ماتش الذهاب، بن شرفية صد كور كتير جدا، والاهلي كان ضاغط بطريقة رهيبة جدا لحد كرة تيجي هجمة مرتدة للأهلي، تتلعب كرة من الدفاع طويلة في عمق الترجي التونسي اللي كان ليه ركنية عشان يجري عليها وليد سليمان في موقف 2-1، وليد سليمان كان بيجري وكان جنبه الناحية التانية السيد حمدي، ولكن وليد سليمان بيسجلها
بطريقة جميلة جدا، ومن أحلى أهداف وليد سليمان يركنها من بره ال18 لبن شريفية اللي كان بيحاول يتقدم ويصد الكورة عشان الأهلي يتقدم 2-0، وتبقى مفاجأة رهيبة جدا في قلب رادس في تونس وسط جمهور الترجي. الأهلي اللي رايح يعني يعتبر خسران خلاص، متقدم 2-0 على الترجي التونسي، الترجي المرعب وقتها، الترجي القوي جدا، الأهلي يبقى متقدم عليه 2-0 ويواصل برضه، ويفضل الأهلي بعد الهدف الثاني يعني يواصل ضغط وبيواصل اللعيبة ولا أكنها متقدمة. وانت متخيل ان حسام البدري بيعمل تغييرات، انه بينزل ابو تريكه من على الدكه ويفضل الاهلي ضاغط، وتيجي ضربه جزاء للنادي الاهلي لدومينيك دا سيلفا وقتها، وبيشوطها ابو تريكه ولكن للاسف بيصدها بن شرفيه. وطبعا كان ابو تريكه ممكن يضيع ضربه الجزاء والناس تشتم الحارس، ربنا يمسيه بالخير. ابو تريكه معشوق واسطوره النادي الاهلي، ويفضل الاهلي ضاغط لحد ما تيجي كوره للترجي التونسي من ناحيه اليمين للترجي، تتلعب هجمة مرتدة في العمق، كان عندهم مهاجم جميل جدا أقوى جدا اسمه يانيك نيانج، وبيسجل هدف تقليص الفارق عشان تبقى النتيجة 2-1، ويواصل برضو الأهلي الضغط تاني لحد ما تنتهي المباراة 2-1 للنادي الأهلي. وكانت مباراة محدش كان مصدق اللي بيحصل، محدش كان متصور اللي بيحصل، ولكن ده الأهلي علمنا الأهلي مفيش مستحيل. الأهلي قدم واحدة من أحلى وأجمل الماتشات في تاريخه كله في أفريقيا على الترجي التونسي اللي كان من أحسن فرق أفريقيا وقتها، معاه حارس مرمى كبير، معاه سكواد كبير، ولكن الأهلي قدر يكسب الترجي التونسي هناك في رادس 2-1 بعد ما تعادل هنا في برج العرب 1-1، عشان الأهلي يفوز بالبطولة الأفريقية اللي كانت غايبة من 2008. وبعد كده الأهلي بيبدأ مشواره في كأس العالم للأندية زي ما قلنا، ولكن كانت بطولة يعني من أحلى النسخ اللي الأهلي عملها، وكان الأهلي في أدوار دور المجموعات والأدوار بعد دور المجموعات كان بيقدم كرة جميلة جدا، وكرة يعني حرفيا الأهلي كان بيقدم مزيكا في النسخة دي. وطبعا حسام البدري كان عامل فرقة قوية جدا وكان عامل أداء قوي جدا، ودي كانت ذكرياتنا مع مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي أفريقيا بطولة الشهداء. في آخر الحلقة قولوا لنا ذكرياتكم إيه مع الماتش ده، ما تنسوش تدعوا لل74 شهيد للنادي الأهلي بالرحمة والمغفرة، وتدعوا لإخواتنا في فلسطين، صلوا على النبي. أشوفكم في حلقة جديدة، كان معكم طه الأهلاوي.